الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا تلميذة بن شعبان هبة، متحصلة على شهادة البكالوريا بمعدل 18.95، متحصلة على المرتبة الأولى ولائيا. هذا النجاح كان بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه والتوكل عليه، كما كان بفضل والدي الكريمين، خاصة أمي الغالية التي كانت دائما ما تساندني في الأوقات الصعبة. وجه خالص الشكر إلى الطاقم الإداري والتربوي لثانوية الشهيد بعجي محمد، وعلى رأسهم أساتذتي الأفاضل الذين كانوا دائما يقدموا لنا العلم ولم يبخلوا بشيء، وكل من ساندني ولو بكلمة. ما هو طموحك الجديد؟ إن شاء الله أنا بين تخصصين، تخصص طب الأسنان أو الطب، فإن شاء الله سأختار واحدا منهما. لماذا اخترت جانب الصحة؟ نعم، لدي ميول لمادة، صراحة عندما أدرس مادة العلوم الطبيعية أحس باستمتاع، فكنت أحب دائما مادة علوم الطبيعة والحياة، فهي يعني تخصص طبي، يعني تميل مادة علوم الطبيعة والحياة إلى الطب أكثر، فأظن أنه يليق بي. ربما الأم أستاذة في قطاع التربية، لماذا لم تختاري المجال التربوي أو أستاذة يوما؟ صراحة لم أفكر بهذا يوما، لم أفكر بأن أصبح أستاذة يوما، يعني لم أتخيل نفسي أستاذة. أنا تلميذة بن شعبان ريان، متحصلة على معدل 17.35 في شهادة البكالوريا، وأنا الأخت التوأم لهبة بن شعبان، متحصلة على أعلى معدل في شهادة البكالوريا على مستوى ولاية المسيلة والذي يقدر ب 18.95. الحمد لله هذا الإنجاز كان فضل الله عز وجل. أختي العزيزة، خذنا أنا وإياها مشوار طويل في حفظ القرآن الكريم وفي الدراسة، وكنا متفوقتين على هذين المجالين الحمد لله عز وجل. أما بخصوص طموحاتي المستقبلية والتخصص الذي سوف أختاره، أنا في طور طب، فأنا بين تخصص طب الأسنان وطب العام. الله يؤتي الفضل من يشاء، الحمد لله رب العالمين. الفرحة اليوم كانت عارمة، شعور لا يوصف، شعور مختلط بدموع الفرح والبهجة يعني لا يتصور. لماذا؟ لأنه هذه المعدلات جت بعد تعب، بعد كد، بعد اجتهاد، وتعتبر ثمرة مراحل من التعليم، ابتدائي، متوسط، ثانوي، يعني مسيرة حوالي 13 سنة أو، الحمد لله. يعني بالنسبة لي هذا أقصى ما أتمناه، أقصى ما أتمناه وصل إليه، يعتبر هذا تشريف لي وتشريف لهما وللبلدية وللولاية والحمد لله. بمجرد سماع خبر احتلال التلميذة هبة بن شعبان المرتبة الأولى ولائيا بمعدل 18.95، زرتها هنا في البيت لأتفاجأ بأن الفرحة فرحتان، وهو أنه توأم تمكن من النجاح في شهادة البكالوريا.